السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع عين تيموشنت لنعرفكم على هذا المشروع يعني الفريد من نوعه في الجزائر، واللي مستثمر خاص لإنشاء مصنع لإنتاج الأغذية السمكية لتغذية الأسماك. إذا يتم حاليا تطوير هذه الشعبة نتاع إنتاج الأغذية اللي راح تدخل أكيد في تربية الأسماك، اللي عرفت تطور غير مسبوق في الجزائر، أسماك البحرية وكذلك الأسماك في المسطحات والسدود الداخلية حتى في المناطق الصحراوية فيها تربية تاع بعض الأنواع تاع الأسماك. إذن لابد من يعني إنتاج هذا النوع من الأغذية اللي تدخل في هذا الإطار، واللي لحد اليوم ما زالت يعني تستورد من الخارج. إذا هنيئا لهذا المستثمر اللي يعني نظرة صائبة في يعني تطوير وإنتاج الأغذية السمكية أو الأغذية البحرية. إذا بهذا المركب اللي راه قيد الإنشاء في المنطقة الصناعية بوزغايا في ولاية عين تيموشنت، أترككم تتابعون والسلام عليكم. بنسبة فاقت 50% تتقدم الأشغال بأول مصنع للأعلاف البحرية بالجزائر، والذي يجسد بالمنطقة الصناعية لتمزور في ولاية عين تيموشنت. من المرتقب دخول المصنع حيز الخدمة منتصف السنة الجارية بطاقة إنتاجية تقدر ب 30,000 طن سنويا. Ce projet, c'est la première usine en Algérie, donc à le Mchraf Jazair. La capacité de production, c'est 30 000 tonnes par an. Donc il va produire des aliments pour les poissons d'eau de mer, les poissons d'eau douce. Donc il va couvrir toute la demande du marché algérien en premier temps. Avec un taux d'avancement actuel de 55-60% sur la partie construction. Les équipements ils sont en cours d'acheminement, donc on va les recevoir inchallah le 15 janvier d'ailleurs. Donc date prévue pour la réception du projet fin du deuxième semestre de 2024. المصنع مخصص لإنتاج الأعلاف البحرية لتغذية أسماك مياه البحر والمياه العذبة، حيث ستلبي قدرته الإنتاجية متطلبات السوق الوطنية بعيدا عن الاستيراد. يعتبر هذا المشروع واعد بالنسبة لمدخلات تربية المائيات. كما تعرفوا أن جيسكا سومومور أن المدخلات رانا نأمبورتوهم، وهذا ان شاء الله رانا طامعين فيه بزاف. هذا المشروع يعتبر اول على المستوى الوطني، وبقدره انتاج 30,000 طن سنويا. وكي ان شاء الله من بين المدخلات تربيه المائيات. 70% من الماده الاوليه مصنعه محليا، في حين تستورد مواد اخرى كمكونات اساسيه في صناعه الاعلاف البحريه. مشروع واعد من شانه تحقيق وثبه اقتصاديه جديده.